اليوم جاب لكم حلقة جديدة من لعبة روبلوكس. طبعا مين ما بيعرف هاي اللعبة؟ سؤال بس اكتب لي تحت بالكومنتات، مين بيعرف لعبة دوز اكتب لي. اليوم ان شاء الله نلعبها. صراحة هاي اللعبة بعترف لكم يعني لعبتها من قبل يعني بالمدرسة، لانه بالكمبيوتر لاب يعني المعلم يسمح لنا نلعب، فانا بلعبها بس عمري ما نجحت. بلعبها مع اصحابي بس دائما بنخسر، فبدنا نحاول يمكن حتى اسوي عليها اكثر من حلقة. انا وطيت الصوت للمعلوميات بس عشان يعني تقدر تسمع صوتي، يعني لما اشوف وامنتج صوتي ما بطلع، فاسف على هاي الاشياء. بس ما عندي مايك حتى. بسم الله. اوكي هينا وصلنا. انا اسف انا قاعد عم بلعب من الكمبيوتر، فيمكن يكون لعبي اسوأ، بس قلت خليني اجل بلكي احسن. حلو الاغنية. اوكي شفت اوطي هون بس كاتب لي سي، مش عارف صارت كيف بدي اسوي ركض. هل في اصلا؟ اوكي خلينا ندور شوي بالادراج، يا رب ما يطلع لنا تيموثي. طبعا اظن بس التحكم بالايباد حيكون احسن، ما بعرف ليه هيك انا شو، لانه حتى انا متعود العب كل الالعاب يعني اغلبهم على الايباد الا ايفولوشن، حس سهله اسهل وحده. اوكي اللي بعده بواب رقم 2. لحد الان وضعنا تمام التمام. هاي بتعتمد على السمع، فخليني اعلي الصوت. انا متوتر صراحه، زي ما قلت لكم اكثر وحش بخاف منه هو سكريتش. بلكي ان شاء الله بنشوفه، لا ان شاء الله ما نشوفه. اذا اجت عندي قداحة فبكون وضعي يعني بالتمام. اوكي حطيني هاي الفلوس. هاي الفلوس ما بعرف صراحة ايش فايدتها. طبعا مرة اخوي قال لي اجي العب معه اللعبة فلعبت بس مدة رعب طلعت عطول. انا بخاف صراحة من العاب الرعب يعني زي بابلي تام، بس مش متشجع حتى ألعبها. هاي البوابة بآخر الممر، بوابة رقم 6. حتى الآن ماشيين تمام. دقيقة أظن بده مفتاح صح؟ مش هذا الصوت. يا ساتر انقذت. انا اسف بس انقذت صراحة من جاك. اسف. راح العب لعبة ما بتست